اخويا ولدي تغتصب لي. شكون اللي اغتصب؟ ثلاثه ديال الدراري. قدو كبر منه؟ كبر منه اخويا وعنده 10 سنين. اه طال في 10 سنين. اغتصبوا شحال عندهم؟ واحد عنده 15 عام وواحد عنده المهم واحد عنده 15 عام والاخر عنده كبر منه. اه كلهم اخويا كبر منه. اه كلهم كبر منه. اخويا قال لك كيلعبوا كيلعبوا قال لك واحد قال لي يلا نجيبوا كريمبوش قال لك وعاود قالها لي عاود عاوتاني صافي اخويا مني هذا قال لك اصلا وقع هذه واحد شهرين دروكا باش وقع هذا الشيء شهرين باقوا باش وقع هذا الشيء اخويا انت سقتي الخبر انا سيدي سقت الخبر سقت لي الخبر هذاك النهار حاولنا نجمع هذا الشيء وعاود عاوتاني هذا عاود عاوتاني بداو ثاني بحال بادين عاود عاوتاني باش غيرجعوا لي وعاودوا تكرر اه جا ولدي الكبير قالت لي هاد السيده هذه اللي هي جبدت لي هذا الشيء قالت ليه هذا قالت لها اجي واش خوك باقي كيوقع لي وكيوقع لي قال ليها اه خالتي باقي هذا الشيء كيوقع لي قالت لها ويلي وهذا الشيء وماماك ما سيقاش الخبر قال ليها لا ماما راه ماماك يعني كنخافوا حنا باش غتضربنا ماما اه 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 غادي تحبسنا ماما في الدار وغادي ديرنا وغادي ديرنا اذا صافي ما كنقولوش ليها وهي تعيط لي هاد السيده عيطت لي هاد السيده قالت لي اجي انت علاش ما كتشديش ولادك قلت لها اختي رانا خدامه رانا خدامه قلت ليها ما حيلتي الكرام ما حيلتي ليهم ما حيلتي لا اله الا محمد رسول الله انا خويا اللي خدامه عليهم انا مر مطلقه انا اللي خدامه عليهم يعني يد وحده صافا خويا مني هذا قالت لي عيطت للدري قالت لي اجي انت علاش ما كتقولش لماما كشنو وقع لك قال لي راه كنخاف اخالتي قال لي كنخاف ماما غتسد علينا وحنا ما عندناش لا تلفاز لا حتى شي حاجه راه خفت تسد علينا ماما راه ما كنقولش ليها وهي تعيط عليا قالت لي اجي انتيا قالت لي شنو هادشي اللي كيوقع لولادك ولادك كيضربوا في الزنقه ولادك كيطرى لهم وكيطرى لهم انت كيفاش هذا قلت لها بنتي لا اله الا محمد رسول الله قلت لها جهدي راه تقطع قلت لها راه ما بقاش عندي الجهد باش غادي نهضر على هاد الشيء راه قلت لها انا اصلا قلت لها ما قارياش وما كان ما عنديش مع المشاكل وما عنديش مع هاد الشيء راه قلت لها هاد الشيء اللي انا نقول لك لا اله الا محمد رسول الله انت باغا تسمعي بحق ولدك في الليل لا هادشي اللي درت سيدي انا درته بدون شعور هادشي اللي درته بدون شعور ما باغاش بدون شعور بدون شعور وكنقول فيها ونعاود فيها بدون شعور وولدي حاليا ما بقاش كيهضر معايا ما يعني مكتئب مأزمه ومكتئب يعني ما حتى الدري ما بقاش كيهضر معايا ملي كينعس دروكا كيبدا يقفز ويعني ما لا اله الا الله والدراري كيعيطوا لي في الزنقه ما بقوش كيبغيو يلعبوا معاه كيقول لي انت سميتك الزكيه راه هذيك السميه راه انا ما كنبغيش شوه اللي سمع ديالو اخويا زعما راه بالنسبه لهاد الدراري كنفصلوا على ولدك باقيين شي دورو طالقين حاليا طالقينهم طلقينهم لان ملي مشيت للمحكمه انا مشيت ما كنعرف حتى شي حاجه ما قاريه حتى شي حاجه قال لك اختي راه وحده شنو بلاش من هذا صافي الله يرحم الوالدين الله يخلي لك صحيحتك الله يرحم لك الوالدين هادو عاد الدراري باقيين صغار غتضيع عليهم هذا ديالهم غتضيع عليهم مستقبلهم وهما باقيين صغار احنا كنطلبوا منك سمحي لينا العار ما سمحي لينا وسمحي لنا بزاف رحنا هذا الشيء ما عندناش هذا الدراري ما عرفناش كيفاش هادو راه هما وليدات مربيين وهذه وهذه صافي دخلت اخويا دخلت لهذا وقلت للقاضي رانا تنازلت دابا الدري اللي درت الدري مأزم مريض ما بقاش مريض ما كيدويش معايا سيدي انا راه داكشي زعما اللي وقع لي لا حول ولا قوه الا بالله كان الاحساس ديالك مرضت اخويا انا مرضت في صحتي انا حاليا مرضت انا ملي كان انا وكذلك راه وليت كلي كنت مغادا حاليا كيهضر معايا الواحد كنولي كلي كنقف كنقول ما عرفتش شنو هذا العالم اللي عشت فيه انا ما كنتش عايشه فيه هذا الشيء ما عرفتوش شنو هو انا اصلا ما عارفاش هذا الشيء شنو هو انا واحد الانسان اللي عاد رويشه وكان داخله سوق راسي ما كنجبد البلا ما الحمد لله داخله سوق راسي يعني ماشي ديال هذا الصداع ماشي ديال المشاكل حتى مكتب علينا الله سبحانه وتعالى هذا الشيء كنخدم عليهم اخويا يد وحده راك عارف يد وحده راه ما كتصفقش ملي وقعت الفاجعه الاب ديالو سول في الولد ديالو حتى عرف بين راه درت داك التنازل انا داك التنازل اللي درتو بدون شعور قلتي هذاك خطا ندمت عليه بمعنى الكلمه ندمت اخويا ندمت لاقصى درجه ندمت عليه هذاك الحق ديال الابن ديالي الحق ديال الابن ديالي ماشي مضاربه ولا تكرسوا لي لا تكرسوا لي اخويا على ولدي حسيتي بالحكره حيت وحدانيه حسيت بمعنى الكلمه حسيت بالحكره
وسمحتي لي ما حيتش كشافك مع عامرين. اخويا